حصلت مشكلة جديدة بين الفنانة بوسي وزوجها السابق هشام ربيع في أحد الفنادق المشهورة في منطقة التجمع. الحكاية بدأت لما اتقابلوا في الفندق، وبدأت المشادة الكلامية بينهم ووصلت لدرجة الألفاظ البذيئة. وبعد كده بوسي رفعت بلاغ ضد هشام ربيع بتهمة التعدي عليها، وهو قدم بلاغ كمان. وأعلن رجل الأعمال هشام ربيع رسميا انفصاله عن المطربة بوسي في الفترة اللي فاتت، بعد أيام من إثبات براءته من القضية الكاذبة اللي اتهم فيها. وقال هشام ربيع إن الانفصال حصل بشكل هادي وخلصوا كل حاجة بينهم بكل مودة، وقال إنه مش هيتورط في أي مشاحنات بخصوص الموضوع ده تاني علشان ما يأثرش على حياته الشخصية في المستقبل. والمشكلة دي حصلت بعد أقل من سنة ونصف على حفل الزفاف بتاع بوسي وهشام ربيع اللي كان في مايو 2022، وحضروا عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع. وحقق حفل الزفاف شهرة كبيرة بعبارة مشهورة قالتها الفنانة بوسي لما كانت بترقص، قالت علي الطلاق أبوظ الجواز عادي، ده أنا هبة مني. وبالفعل الطلاق حصل بعد أقل من سنتين من حفل الزفاف اللي اتكلف الملايين. وحضر الفنان مصطفى حجاج حفل زفاف بوسي وغنى عدد من أشهر أغانيه اللي كانت حاضرة في الحفل. وبوسي لبست فستان زفاف زي الأميرات من تصميم المصمم العالمي هاني البحيري قبل ما ينضم ليها العريس ويبتدي مراسم الزفاف.